العالم صايمة بهذه الأيام الرمضان المبارك، والله لا توجد أكثر العائلات فطور لا يفطروا برمضان، وأنا ناشد الضمير الحي بالعالم. العالم في شهر رمضان المبارك لا تستطيع إيجاد قوت فطورها وقت الإفطار، يعني نناشد العالم والمجتمع العربي والإسلامي أنه يساعد هالناس المسلمين. نحن في مخيم القبان نناشد الأمم المتحدة، نناشد العالم، نناشد الدول العربية، الدول الإسلامية أن يساعدوا هذا المخيم المنكوب، مخيم اسمه مخيم الموت. فعلا في عائلات هون عندنا بالمخيم والله عم يفطروا، والله زعتر ومي، مو زعتر وزيت، والله زعتر ومي عم يفطروا، عم شاهدتهم بعيني. وضع المخيم تعبان كثير وسيء، وحالة هالمخيم يرثى لها. يعني ما بس أنا بستغرب إنه ليش مخيم الرقبان ما بيساعدوه.